عبر ذبح الخرابين وتدنيس بهذه المكانة المقدسة. لعقد هذا الاجتماع الطارئ عقب الأحداث الدموية البشعة الأماني والمكاني للمسجد الأقصى، الأمر الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا وفي كل من قبل شرطة الاحتلال على المصلين الآمنين بداخل المسجد القبلي. يرفض الأردن ويدين أي خطوات إسرائيلية من شأنها المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ويشدد على مطالبه الثابتة بضرورة الكف عن جميع الإجراءات المستهدفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها. وشكراً لكم.